تحدي جديد وهو تخمين بلد اللاعب في خلال 7 ثواني. يلا بينا على طول نشوف التحدي. هيا بنا هيا بنا. يلا يلا. اول تحدي نيمار، يعني سهله جدا دي طبعا ما فيهاش اي كلام. ارجنتين برتغال برازيل، طبعا برازيل المستويات بتعلى اكيد. فان دايك بيقول لك الدنمارك، هولندا المكسيك. يلا يلا هولندا طبعا. هحاول لو انا عارف السؤال اسيب وقت بحيث اللي بيشاهد يبقى عارف برضو معايا، وهقول في الاخر. كريستيانو رونالدو طبعا البرتغال. صلاح لا صعبة دي صعبة. مصر طبعا ام الدنيا. اللي بعده كريم بنزيما. يا جدعان لحد الان ده كله سهل. فرنسا. عاوزين حاجة صعبة. كريم بنزيما. ساديو ماني بيقولك الكاميرون، المانيا، السنغال. طب انتوا تقولوا ايه؟ السنغال طبعا. ليونيل ميسي طبعا 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 طبعا. الارجنتين. هالاند. النرويج، كرواتيا، المانيا طبعا النرويج. صح. كيفن دي بروين، بلجيكا طبعا. يا ريت تكتب لي في التعليقات اللي انت غلطت فيه، او اكتب لي النتيجه بتاعتك في اخر التعليقات. المهم هنا بقول بوجبا هتبقى فرنسا. صح. هاري كين. نقول ايه طيب؟ كندا. انجلترا. يلا 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 اللي بعده. يونج مين طبعا كوريا. كوريا الجنوبية. صح. رياض محرز. الجزائر، الكويت، النرويج. اخواتنا الجزائريين طبعا الجزائر. اوباميان. السعودية. مصر. الجابون طبعا طبعا الجابون. لا السعودية ولا مصر اكيد يعني. كيليان امبابي. طب نقول ايه طيب؟ نقول الولايات المتحدة. لا فرنسا. لويس سواريز. تشيلي، ايطاليا، اوروجواي. ها يلا قول اوروجواي. طيب نكتفي بكده في الجزء الاول، وان شاء الله هنعمل جزء تاني، واتمنى ان الجزء التاني يكون صعب شوية عن الجزء الاول، لان الجزء الاول سهل جدا. سلام.